السلام عليكم خوتي اخواتاتي، مرحبا بكم معنا من جديد في هذه العروض الوطنية لبيم المغرب اللي غادي تنطلق يوم غد ان شاء الله 2 جوليوز 2024، وغادي تبقى طيلة ايام الاسبوع على بركة الله. غادي نبداو الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. اول منتج معنا هو هذا السميد الرقيق من القمح الصلب اللي جانا من مزيا، ساشي فيه 3 كيلوغرام، غادي تلقاوه بالثمن 31.90 درهم. كاين ايضا هاد دقيق القمح الصلب من الفينوت، جانا من كاطو، ساشي اللي فيه 10 كيلوغرام، غادي نلقاوه ب 80 درهم، اللي هي 1600 ريال. بالنسبه لهاد دقيق القمح اللين خاص بالحلويات، ساشي فيه 10 كيلوغرام، غادي نلقاوه ب 44 درهم، اللي هي 880 ريال. كاين ايضا هاد الجبنة مذوبة اللي فيها 16 القطعة، غادي نلقاوها ب 16 درهم و90، اللي هي 340 ريال. معنا ايضا هاد الماء الزهر اللي جانا من دار السلام، القرعة فيها 250 مللتر، غادي نلقاوها 6 دراهم و70، اللي هي 140 ريال. بالنسبة لهاد المارغرين اللي الباك فيه 3 ديال الباكيات من ماكدور، كل وحدة فيها 225 غرام، غنلقاوهم بثلاثة ب21 درهم و90، اللي هي 440 ريال. كاين ايضا هاد المشروب الغازي بواسون غازوز، بالنسبه لهاد القرعه ديال فانتا اللي فيها لتر فاصله 3، غادي نلقاوها ب 6 دراهم و50، 130 ريال. كاين ايضا هاد المشروب بواسون اللي جانا من كابي بيلبي اللي فيه 1 لتر، هاد المشروب ديال الخوخ غادي نلقاوه ب 10 دراهم و50، اللي هي 210 ريال. كاين ايضا هاد العصير بالحليب جي اولي اللي جانا من تويس فالونسيا، فيها القرعة 1 لتر، جاتنا بجوج ديال النكهات مختلفة، غنلقاوهم 7 دراهم و90، اللي هي 160 ريال. كاين ايضا هاد الشاي الاخضر اللي فيه 200 غرام من فيولون، غادي نلقاوه ب 15 درهم، اللي هي 300 ريال. وكاين ايضا هاد الحليب بالفواكه اللي فيه 330 مللتر، غادي نلقاوه ب 7 ديال الدراهم، اللي هي 140 ريال. بالنسبة لهاد الشوكولاتة اسورتيزمو دو شوكولا اللي فيها 186 غرام، جاتنا من سيليبغاسيون، غادي نلقاوها ب 45 درهم، اللي هي 900 ريال. كاين ايضا هاد الشوكولاتة ديال رافايلو محشوة بجوز الهند، جاتنا من رافايلو، 15 القطعة فيها، غادي نلقاوها ب 45 درهم، اللي هي 900 ريال. كاين ايضا هاد العلكه شوينغوم اللي جاتنا من مونتوس بجوج ديال النكهات مختلفه، غنلقاوها ب 16 درهم و90، 340 ريال. نفس الماركه مونتوس جابت لنا هاد الحلوه بونبون اللي فيها 37.5 غرام، غنلقاوها ب 6 ديال الدراهم، 120 ريال. كاين ايضا هاد الحلوه غوم اللي جاتنا من بيبيتو، غنلقاوها ب 7 ديال الدراهم، 140 ريال، الوزن ديالها 60 غرام. كاين ايضا من كاتجيس هاد الحلوه جيلي اللي الوزن ديالها 175 غرام، جاتنا 3 ديال النكهات مختلفة، فالثمن ديالها 15 درهم و90، اللي هي 320 ريال. كاين ايضا هاد الفوشار، هاد الطاسة اللي الحجم ديالها 100 غرام، 8 درهم و90، 180 ريال. بالنسبة لهاد الحلوة ديال الصوف اللي الوزن ديالها 50 غرام، غنلقاوها بثمن ديال حتى هي 180 ريال، 8 درهم و90. عندنا ايضا هاد الحلوة اللي جاتنا من هاريبو 70 غرام في الوزن ديالها، جوج ديال النكهات مختلفة، الثمن ديالها 15 درهم، 300 ريال. كاين ايضا هاد البيسكويت اللي جانا بيسكوي ناتور من هيرنيس، فيه 633 غرام، غنلقاو ب 25 درهم، اللي هي 500 ريال. بالنسبة لهاد البيسكويت التقليدي من فودي اللي فيه 200 غرام في هاد الساشي ديالو، فودي انيس، غنلقاو ب 10 ديال الدراهم، الفرنك. كاين ايضا هاد المجموعة ديال الكيك مغطى ومحشوة بالشوكولاتة، بالنسبة لهذه اللي فيها 5 ديال القطع، بالحجم 52 غرام، غنلقاوها ب 15 درهم، 300 ريال. كاين ايضا هاد الكعكة بالشوكولاتة اللي فيها 60 غرام، كتكون 5 ديال القطع من دولسي، غنلقاوها ب 13 درهم و90، هي 280 غرام. مازالين مستمرين مع العروض ديال 2 جوليوز 2024.
كاين ايضا هاد الباك ديال منظف الارضيه زائد منظف ديال الاواني، هما بجوج غلقاهم 25 درهم او 90 اللي هي 520 ريال. بالنسبه للبيدو فيه 2 لتر ونصف، القرعه فيها لتر وربع. كاين ايضا هاد الماء ديال جافيل 5 لتر من اوغو ماكس، غلقاوه ب 15 درهم او 90 320 ريال. كيف ما قلنا البيدو فيه 5 لتر. كاين ايضا هاد المعطر ديال الجو اللي جانا من ايرويك بجوج ديال الروائح مختلفة، فيه 250 مليلتر. في كل قرعة غادي يلقاو الوحدة ب 30 درهم اللي هي 600 ريال. بالنسبة لهاد المجموعة ديال ثلاثة ديال العلب ديال المناديل، هاد الباك تيتكون من ثلاثة سبيسيال اوفير من فاميليا، غادي يلقاوه ب 25 درهم اللي هي 500 ريال. كاين ايضا هاد المناديل رطبة، هاد لي زانجيت اللي جاونا من جيزمو، فيهم 100 وحدة، غنلقاوهم 8 ديال الدراهم و 90 اللي هي 180 ريال. عندنا ايضا هذا الباك اللي كيتكون من مجموعه ديال الفوط الصحيه، فيها 20 قطعه في كل وحده، هما بجوج غنلقاوهم 22 درهم و 90 اللي هي 460 ريال. عندنا ايضا هذا البلاستيك غذائي زائد ورق الالومنيوم، هما بجوج غنلقاوهم 17 درهم و 90 اللي هي 360 ريال. بالنسبه لهذا الورق ديال الطهي اللي جانا من ايدوغ، في 15 متر، غادي يلقاوه 18 درهم و 90 380 ريال. كاين ايضا هاد المناشف ديال المطبخ من سيل باك، فيهم 8 ديال اليولو، غادي يلقاوهم ب 25 درهم اللي هي 500 ريال. عندنا ايضا هاد البوضه اللي فيها 80 مليلتر، خرجتنا ب 30 ثلاثه ديال النكهات مختلفه، الوحده غنلقاوها ب 25 درهم اللي هي 500 ريال. بالنسبه لهذا الباك ديال مجموعه ديال الكؤوس مثلجه، هما بربعه غنلقاوهم ب 1620 ريال، 80 درهم و 90. كاين ايضا هذه البوضه اللي غا الثمن ديالها 12 درهم و 90 من تيتون، فيها 110 مليلتر. غادي نلقاو ايضا هذه المجموعه ديال ثلاثه ديال البوضات اللي جاونا هما من تيتون، جاونا بنكهات مختلفة، غنلقاوهم 30 درهم و 90 اللي هي 620 ريال. بالنسبة لهاد المثلجات بودو كلاس اللي جانا من بانكوان، فيه 1 لتر، فالثمن اللي غنلقاوه إن شاء الله انطلاقا من يوم غد بإذن الله هو 25 درهم اللي هي 500 ريال. كاين ايضا هاد الرقائق ديال الذره اللي فيها 90 غرام ب 15 درهم و 90 320 ريال. كاين كرات الذره المنفوخه 32 غرام 3 درهم و 90 80 ريال. كاين هاد التمور اماراتيه 1 كيلوغرام انتاج التمور، غلقاوها ب 41 درهم فاصلة 90 اللي هي 840 ريال. بالنسبه لهاد الذره المقرمشه اللي جاتنا من شوهو سناك، غنلقاوها ب 5 ديال الدرهم 100 ريال. كاين ايضا هاد الفول السوداني اللي غنلقاوه في الساشي 125 غرام، غنلقاوه ب 10 ديال الدراهم. كاين ايضا هاد الخليط من المقبلات المنكهه، غتلقاو الساشي فيه 100 غرام 800 درهم و 90 9 ديال الدرهم، يعني 180 ريال. كاين ايضا واحد المجموعه ديال الفواكه مجففه اللي كيتراوح الثمن ديالها ما بين 11 درهم فاصلة 90 الى 39 درهم و 90، يعني ما بين 240 ريال وما بين 600 ريال. هاد المجموعه ديال الفواكه المجففه اللي الوزن ديالها 180 غرام في كل ساشي. نفس الشيء بالنسبه لهذه اللي الساشي فيه الفواكه المجففه اللي الوزن ديالها 200 غرام، فالثمن ديالها غادي يكون كيتراوح ما بين 30 درهم و 35 درهم فاصله 90 اللي هي 720 ريال. وهكا غادي نكونوا وصلنا لنهايه العرض ديالنا ديال اليوم. هاد العروض اللي كانت وطنيه، يعني متواجده في جميع متاجر بيم المغرب، اللي غتنطلق يوم غد ان شاء الله 2 يوليو 2024، وغادي تبقى طيله ايام الاسبوع. اذا عجبكم المحتوى وعجبكم الشرح ديالي، الله يجازيكم بخير، ما تبخلوش علينا باللايك وبالاشتراك باش تزيدوا تشجعونا على اعطاء المزيد، والى عرض قادم ان شاء الله.